حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. الإنسان ولا شك هو كائن متفرد في تركيبته، يشتمل على جانب مادي يشترك فيه مع سائر الكائنات، وجانب نفسي يتفرد به عن كل المخلوقات. وكيف ما يكون الجانب المادي أي الجسد عرضة للأمراض والاضطرابات، كذلك الجانب النفسي هو عرضة للكثير من التعكرات، وأخطرها على الإطلاق الحسد والعياذ بالله. الحسد اللي توجد مع وجود الإنسان وباقي ببقاه. المولى سبحانه وتعالى أعطانا ما نتقي به من الحسد في قوله تعالى، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لكن يأبى الكثير من الناس إلا التعلق بالمعتقدات الوثنية، كيف الاعتقاد في الخمسة، والخمسة عادوا وتفرعاتها. الاعتقاد في الخمسة يرجع لعهود قرطاج، الاعتقاد في الحوت يرجع للرومان، وبكل معتقدات وثنية. الحسد ما يكونش كان من الضعيف للقوي، لهذه القاعدة، الضعيف يحسد القوي أو الفقير يحسد الغني. لكن أحيانا تلقى الغني اللي ما يعرف طرف ماله وين يحسد الفقير على حاجات ما ليها معنى، لا بل تلقى الخوه يحسد خوه. على رأي صاحب الكلام، ما تحسدش خوك كانك فاهم على اللي رزق المالك المعبود، يعني ليش تحسد ناس ربي أعطاهم وتعترض على الخالق المعبود؟ اطلب ربي يرزقك معاهم، هو صاحب الفضل والجود. هم يحكيوا على رجل فقير عايش هو ومريته، لكن مستقنعين، ما هو مشي هازينها من الدنيا، ما هو مشي عاملين منها راس مال، والبر كان واسع والناس كانت مغرومة بالمصيد، وكان ثم المصيد وسيو خينا هيك الحريكة. نهار من الأيام اصطاد زوز حجل، وكيما يقولوا ناس بكري، اللحمة طارت بها الحجلة وركزت بها العجلة. جابهم للمرية بتاعه، نظفتهم وعملتهم طبيق مصلي، لكني جات فيهم ريحة ولذة ما صارتش. هيك الرجل كيف ما قلنا، رغم أنه فقير لكن قلبه شبعان، واللي فيده مش ليله، وراهو ما غنى كان غنى القلب. قال يا مراه، والله تضحك علي ولا تقعد، حتى بق المصلي هذا اشتهيته سيدنا السلطان. قلت له زعمه هو يقبل عليك؟ قال له علاش ما يقبلوش، دي الهدية فرح بها سيدنا، وإحناش خسرنا، أنا نديهوله، كان وهو قبله قبله، ما كان شيء رجعوا ونكلوه. واقصد ربي. وصل للقصر، عرض الحاجب، وين ماشي يا بابا؟ قال له عندي هدية نحب نهديها لسيدنا. تخلي الشاوش للسلطان، قال له يا سيدي، راجل يظهر حالته تعبة، قال عنده هدية يحب يهديها لك. قال له خليه يدخل. ادخل الصياد وقدم للسلطان طبق المصلي، والريحة طالعة منه تعترق. غزر السلطان للصياد، يلقاه رجل ضوالي لكن رجل طيب، وجايب نيته، قبل منه الهدية وشكره وعطاه ما تقول صاع الويس. رجع الصياد لمرته فرحان بهيك المال، وسبحان مبدل الأحوال، هيك الصياد ولا لبس عليه. نهار من الأيام عرض أخوه، يلقاه تبدل في هيته. قال ما تقليش يا أخويا، شنو اللي دز عليك؟ حكى له القصة بتوابلها. خوه هذا رجل مركنتي، ما يعرفش طرف ماله وين. دخل مرته وحكى له حكاية خوه. قلت له مرته، وانت شبيك ما تعملش كيفه؟ قال له وانا شنجم نهديله؟ قلت له من قلت ما تهديله، هو طمع في طبق مصلي، مرة هديله علاقة تفاح. قال له تفاح لا لا، كون شي نهديله علاقة بيسر.
وقعد وهي تقول له علاقة تفاح، هو يقول له علاقة بيسر، في الأخر اغلبها وعب علاقة بيسر ومشى للقصر. عرض الشاوش، وين ماشي يا بابا؟ قال له عندي هدية لسيدنا. تخلي الشاوش للسلطان، قال له يا سيدي رجل آخر قال عنده هدية يحب يهديها لك. السلطان طبخها في مخه، عرف اللي الراجل هذا جابه الطمع، قال له خليه يدخل. دخل الراجل وزر له السلطان، تفضل يا ولدي ايش عندك؟ قال له يا سيدي جبت لك هدية. قال له شنو هديتك؟ قال له جبت لك شوية بيزر. قال له انت تعرف اني ناقص بيزرة؟ يا بيك ويا صفتك ويا نعتك. ومن هنا نادى هيك الشواش متاعو، قال له علاقة البيزر هذه كلها تعوروه بيها وكعبة من حباش تطيح في القاعة، كان تسخطوه بيها وتوكلوا على الله هيك الشواش يضربوا فيه بهيك البيزر. عاد كيف يوجعوا الضرب يستحمد ويقول برا بيزر ولا تفاح، يعني في الهمة تختار، على خاطر لو كان سمع كلام مرته هيك هو ينغلق عليه النهار. ويرحمهم كيف قالوا، انسى باب الطمع، انساك فقر الدنيا، وعلى أمل أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.